ان شاء الله هعمل لكم اليوم كعك العيد، وهوريكم كيف تعملوا العجوة تبعت الكعك العيد ان شاء الله على بركة الله، بطريقة سهلة وبسيطة وكمية بسيطة. تابعوا معايا الفيديو للأخير على بركة الله. يا ليلة العيد أنستينا، يا ليلة العيد أنستينا، وجددت الأمل فينا يا ليلة العيد. السلام عليكم حبايبي، اليوم إن شاء الله هنحاول نسوي الكعك، الكعك الفلسطيني، الكعك اللي بيلي دقيق بس من غير سميد. هنعمل أول إشي، أول حاجة هنعمل العجوة. العجوة عبارة عن هذا التمر لين، شايفين كيف لين لين، هنفصفصه طبعا، في بزر، هنشيل البزر. شوفي كيف، حب أوريكم كل حاجة. أنا شايفين البزرة فيه، هنحاول نطلعها. بعد ما نطلعه طبعا مش هنستعمل هذه الكمية، هنستعمل نصها ان شاء الله، لانه هنستعمل كيس دقيق كيلو يعني. هنحط على هذا التمر، هنحط معلقة القرفة وحبة جوزة الطيب، هنبشرها بشر ناعم. هنحط زيت النباتي هذا، هنعجنهم مع بعض، نعجنهم مع بعض، بعدين هسويهم اصابع 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 طويلة طويلة. حوريكم المرحلة اللي بعد هيك على بركة الله. لا إله إلا الله، اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله، كل سنة وانتم طيبين. شوفوا حبايبي، أول مرحلة حنسويها حنفصفص التمر. فصفصناه بالطريقة هذه، شوفوا كيف التمر زي الحلاوة، سايح وآخر حلاوة. أوريكم كيف هنجيب هذه التمرة كده، وريتكم أنا قبل هيك. هنشيل النوايا هذه منها ونحطها هنا. هذا هو اللي نحن فكناه، شايفينه في هذا التمر. خلاص هذا مرحلة التمر انتهت. نبدأ نعمل التمر. هذا التمر اسمه العجوة. طبعا نحن هنسويه كيف، هنحط الزيت هذا نباتي، هنحط القرفة عليه، معلقة القرفة، هنبشر جوزة الطيب هذه ونحطها عليه، بعدين نبدأ بعجنه. طبعا بشرنا جوزة الطيب بهذه المبشرة بهذا الشكل، هنحط هذا اللي بشرناه عليها هنعجنه ونسويه بعد هيك أصابع 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 رفيعة. هوريكم كيف. شوفوا حبايبي، هوريكم كيف نحنا هنعمل أصابع. ناخذ الكمية اللي بدنا إياها، صغيرة كبيرة على حسب ما بنحب، براحة إيدنا كده نفردها. احنا عجناها بزيت نباتي ومعلقة قرفة وحبة جوزة الطيب. هنجيب ورق الزبدة نفرده ونحطهم على بهذا الشكل. نخلص الكمية هذه، نحط ورق الزبدة تاني ونعمل هيك لحد ما نخلص الكمية هذه على بركة الله. شوفوا ايش عملنا في التمر، عملنا أصابع بهذا الشكل. لما نعمل نحن الكعك، هنفرد الكعكة ونحط التمرة في النص وبعدين نسكرها بالشكل هذا. شايفين ايش عمل القالب التمر اللي شفتوه؟ هاي الكمية هاي عمل على بركة الله. احنا كده انتهينا من موضوع العجوة، ان شاء الله نبدأ نعمل الكعك. لا تنسوا تعملوا لي لايك وتبدوا اعجابكم بهذا الفيديو وتفعلوا الجرس على بركة الله. هنحتاج دقيق كيلو، يانسون معلقة،
شومر معلقة، رائحة الكعك معلقة، بيقول عليها رائحة الكعك عند المطاحن، بيكنج بودر معلقة، 4 معالق حليب بودرة، كاسة زيت نباتي، كاسة سمنة من أجود أنواع السمنة، ومية تكون دافية شوية، على بركة الله. هذه هي المقادير الكعك. حواريكم إن شاء الله كيف تعملوا التمر العجوة. يعني نحن هلأ بنسوي الكعك. نبدأ بعمل الخلطة بعد الكعك. احنا حطينا 4 معالق حليب على كاسة المية الدافية، على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. هذه كاسة الحليب، هذه كاسة الزيت، هذه كاسة السمنة، هذا رائحة الكعك، هذا اليانسون والشومر. هنبدأ في خلطهم أقل شيء 10 دقائق. ما بنفع نحطهم في خلاط، ما بنفع نعمل أي شيء إلا بمضرب البيض، في المضرب هذا بس فقط. نضربهم كده لما لحد ما يتجانسوا كله، يدوب كله يدوب ويطلع له شوية رغوة. هوريكم بعد كده الفقرة الثانية. بعد ما خطأنا هذا هنحط الدقيق، على بركة الله، كله الكيلو في المصفاة، ونحط عليه البيكنج باودر المعلقة عليه، وننخله، لازم يتنخل البيكنج، نخله وأوريكم كيف. نخلو على بركة الله. هنجيب اللي احنا عملناه في الخفاءة بهذا الشكل، خفقناه كتير بهذا الشكل. نبدأ ايش نصبه على الهدي اللي نخلناه بالبيكنج باودر. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ نعجنه ان شاء الله بيدينا في البداية، في المعلقة بالبداية، بعدين بيدينا. وشوف عاد انت استعمل كاسة مية، بعد هيك شوية تكون دافية، على حسب ما تشوفي العجينة. حوريكم كيف، على بركة الله. شوفوا كيف نحن عجناها بهذا الطريقة، شايفين؟ هذا كيلو الدقيق. احتاجنا في العجن الكاسة هذه والكاسة هذه بقيتها، يعني ما اجا كستين. احتاجنا مية تكون دافية شوية، غير كاسة الحليب. شايفين كيف حنعرف انه هو كويس؟ لما نيجي نعمل هذا كده ونعمل هذا كده بدينا، إذا اتشكلت معانا خلاص، على بركة الله. نسيبه يرتاح شوية ونبدأ نعمل. شوفوا حبايبي، أنا ممكن أحط السمسم هذا 3 معالق سمسم في قلب الكعك، وممكن أحطه في التمر، فأنا بفضل إني أحطه على التمر. طبعا إحنا حمصناه، بمجرد ما أنا آخد التمرة كده ايدي طبعا حتكون فيها شوية من السمسم. بفضل انه يكون السمسم مع التمر. انا نسيت احطه، معلش. يلا نعطيكم العافية. بالنسبة للكعك، هذا هو الكعك. هنعمل هذه هيك، هنمدها بايدينا. هنجيب التمر هذا، نعطيه شوية برضو هيك، ونحطه في الوسط، بعدين نضمها
نضم العجينة الكعك بهذا الشكل، بعدين نبرمها كده. لما تشوفي انت المقاس اللي انت عايزاه، ممكن هذه كعكة كبيرة شوية عشان التصوير، نضميها هيك. نعمل واحدة تانية، هذه عجينة الكعك بديناها. في ناس بحطوا سمسم في قلب العجينة، أنا حطيت السمسم على 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 التمرة. نعمل هيك التمرة، بعدين بنحطها في على الكعك العجوة، نضمها هيك زي ما انتوا شايفين، نضمها هيك. بعدين نبدأ بالبرم، نعمل كيس تاني. هنجيب عجينة الكعك وحنحط فيها التمرة بهذا الشكل، هنضمها نبرمها. بعدين نعملها هيك، ممكن اوريكم الغمستين. بالنسبة للكعك نجيب هذه العجينة، نحط فيها التمر العجوة، نحطه بالقالب المكبس، اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. كل سنة وانتم طيبين حبايبي، كل عام وانتم بخير، ما يعطيكم العافية. شوفوا حبايبي، أنا سويت الكعك، كعك الإسوارة، شايفينه بهذا الشكل. علشان أنا أخبزه هلأ بدي أقوم بتنقيشه، وفي ناس ما بنقشوا، بس أنا بدي أنقشه يعطيه شكل أحلى. على بركة الله، لا تنسوا تعملوا لي لايك وتبدوا إعجابكم بهذا الفيديو. كل سنة وانتم طيبين حبايبي. طبعا حطيناه بالفرن على درجة 180 من تحت، وبعد شوية هنحمره من فوق. طلعت الكعك من الفرن، هنحط على هذا سكر مطحون طحناه بالماكينة، وهذا هورجيكم اياه كيف. هعمله في صحن التقديم وبعدين هوريكم اياه. الحمد لله رب العالمين، اكتمل الكعك العيد. هذا هو المعمول بالتمر، وهذا الكعك الحمد لله على بركة الله. هورجيكم كيف على بركة الله، حتى الطعم لذيذ على بركة الله. لا تنسوا تعملوا لي لايك وتبدوا اعجابكم بهذا الفيديو وتفعلوا الجرس، وبارك الله فيكم. كل سنة وانتم طيبين، كل عام وانتم بخير. يا ليلة العيد أنستينا، يا ليلة العيد أنستينا، وجدت الأمل